في أحد معامل المشبك في المدينة القديمة وسط محافظة تعز، وبحركات مدهشة يبدأ إعداد حلوى المشبك الشعبية استعداداً لبيعها. مراحل عدة تمر عليها صناعة هذه الحلوى قبل عرضها للبيع، ولا يملك سر المهنة إلا أصحابها. أول ما نبدأ نصلح المشبك حداده، لتر 20 لتر من الماء، الدقيق، الملعقة شتوى، ملعقة صبغة، بعدين نحضره نخلوه لما يخمر لما ينضج، نرجع الخطوة المرحلة الثانية نحمي الزيت، نعمل العجين لبص القمح، من القمح يقوم بضربه إلى الطاوة. لهذه الحلوى الشعبية نكهتها الخاصة، حيث يعتبر هذا النوع بالذات مرغوبا لدى الكثيرين، إلى جانب حلويات أخرى كالطرمبة والروانين اللتين ارتبطتا بسفرة رمضان، إذ يتخذ الكثيرون من بيع المشبك مهنة لطلب الرزق لانتعاش سوقها خصوصا في هذه المناسبة. المشبك هذا وجبة مفضلة عندنا بالمدينة القديم، لأن اللي يصلحوه مع ناس في المدينة القديم، وهذا نحن نعتبره من الشيء المفضل بعد الإفطار بعد العشاء، ضروري الواحد ما يأخذ الحالي. عمر طويل مرت به حلوى المشبك التي تعد من المنتجات المتوارثة بين الأجيال، حيث لا تزال محتفظة بخصوصيتها وتتجدد مع كل مناسبة رمضانية تحل على اليمنيين. تتعدد أنواع الحلوى خلال شهر رمضان، ولكل نوع جمهوره العريض، وتعد حلوى المشبك من الحلويات الرائجة خلال هذا الشهر، إذ يحرص الجميع على تناوله بعد وجبة الإفطار. عن قناة بلقيس تايم.